لا زال هناك الانتهاكات والتهجير ضمن مناطق المحتلة من قرى إلى قرى، حتى في تهجير ضمني من قرية إلى قرية، أخذوا المدارس وعملوها قواعد عسكرية. هذه في الآونة الأخيرة ازدادت هذه الانتهاكات. نبهنا أنه فتحت مدارس شرعية، مدارس دينية وهي مشبوهة باكستانية وغيرها. أتت على ما سمعنا أنه منظمات قطرية دخلت على مناطقنا، ولكن مع الأسف حذرنا من هذا، حذرنا من الدواعش الذين كانوا في صفوف داعش، واليوم رأيناهم منبعهم الأساسي كان من منطقة سلوك، ونبهنا وحذرنا الروس والمجتمع الدولي أنه هؤلاء آتوا وعادوا في كرة ثانية في بأسماء جيش وطني أو جيش حر بهذه المسميات.